السجن الزوجية، بطولة محمود حميدة، ولأول مرة يكتب للإذاعة محمود أبو زيد. سجن الزوجية، عائشة الكيلاني، ميرال، عايدة الشريف، جيهان منصور، ومعهم رشدي المهدي. سجن الزوجية، موسيقى المقدمة والنهاية أحمد نور. التسجيل والمونتاج وحيد طلبة. سجن الزوجية للمخرج حسني غنيم. اتصلت بالبشمهندس حسين يا مدام نبوية؟ في البيت ما حدش بيرد والموبايل مقفول. يا دي المصيبة، المهببة بستين نيلة ومطينة بطين. فتاح يا عليم، ليه كده بس يا بشمهندس؟ فهمي. بقول لك السور الشرقي في قرية الغردقة ريح 7 سنتي، وفيه احتمال انه يميل ويقع. يا وقعة سودة، طب ما تتصرف يا بشمهندس فهمي، مش حضرتك رئيس القسم الهندسي بالشركة؟ ما اقدرش اتصرف لوحدي، لازم البشمهندس حسين هو اللي يتصرف مع المقاولين اللبط اللي بنوا السور الزبالة ده. اتصل بيه تاني يا نبوية. انا بتصل اهو يا بشمهندس ومحدش بيرد. اتصل بيه على الموبايل بتاع المدام. معرفش نمرته. ده كلام، بقى تبقى سكرتيرته الخاصة ومديرة مكتبه وما تعرفيش نمرة موبايل المدام يا نبوية؟ مش عايزة اعرف، المدام مش بتطيق تسمع صوتي في التليفون العادي، عايزنا اكلمها على الموبايل عشان تقفل السكة في وشي. يا ساتر، وليه ده كله؟ هي بتغير على البشمهندس منك؟ لا، بتغير عليه من الشغل، مش عايزاه يغيب عن عينها لحظة، ولما بتسمع صوتي بتعرف ان وراه شغل. يا عيني يا عيني على الحب. ما شفتش في الفرح امبارح؟ ما شفتش ايه؟ هي سابته يتورب لحظة على طول ربطه في ديلها. بصراحة يا نبوية، انا لو مراتي في جمالها وشياكتها كنت لزقت روحي في ديلها. ستات ليها بخت وستات ما يسمعوش من اجوازهم الا الشخط، عيني علينا. هو انت لا مؤاخذه ستات برضو يا مدام نبويه؟ نعم. اقصد اقول يعني انك ست جدعه وارجل من 100 راجل. وبعدين معاكي بقى، خلينا نتكلم بعقل، بعقل وانفعال. انا مش منفعله. طب امسحي دموعك علشان نعرف نتكلم. هنتكلم في ايه دلوقتي؟ مش انت اللي صممت على الطلاق؟ وانا لما جيت وانت ما صدقت. لا اله الا الله، لا اله الا الله. الكلمه كانت على لسانك. ابدا والله، والله ابدا. انا مستعد ارجع في كلامي واردك. وانا مش مستعده. تسمح تطلقني؟ هي صوره، ما انا طلقتك. لا، طلقني بالمأذون، انا عايزه اتطلق بالمأذون. بس كده؟ حاضر يا ستي. برضه محدش رد عليك يا مدام نبوية؟ اديني بتصل على طول اهو ومحدش بيرد. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. اكيد لسه نايمين بعد سهرة امبارح. لازم يصحوا. وانا هصحيهم ازاي بس يا بشمهندس؟ طب انا هنزل اروح له البيت. تروح للبيت؟ ما هو لازم ابلغه بالمصيبة قبل السور ما يقع وتبقى كارثة وينيل عيشتنا كلنا. من فضلك يا ست. نعم يا بيه. يا ترى فين بيت فريق فراج؟ المأذون الشرعي. ايوه المأذون الشرعي، هو البيت ده يا سعادة البيه. انت متأكدة؟ طبعا يا باشا، ده انا البوابة. طب مش تخليه يعلق يافطة، بقالنا ساعة دايخين عليه. قلنا له كتير يا بيه بس الشيك مش راضي. مش راضي ليه؟
خايف من ضرايب؟ لا يا بيه، اصله بيشتغل مأذون وحنوتي بعيد عنك. يا ساتر، اعوذ بالله. ومحتار يكتب في اليافطه ايه؟ محتار ولا مستغل اجره الخطاط؟ المهم، هو في انهي دور؟ في الدور الخامس يا بيه. ايه الخامس؟ كويس، على ما نوصل له تكون روحنا طلعت. اتفضلي يا هانم. اتفضل فين؟ اتفضلي نطلع للمأذون. لا، سوق 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 على فين؟ ندور على مأذون تاني. ايه؟ هتتلككي؟ لا مش تلكيك، مش بتلكك، انا عايزه مأذون تاني. مأذون تاني؟ ايوه، اي مأذون تاني. وعايزه لونه ايه بقى؟ انا مش بهزر. امال عايزه تدوخيني؟ بقالنا ساعه بندور على مأذون وما صدقنا لقيناه. ولا هي تمحيك؟ تمحيك؟ طبعا تمحيك. عيبه ايه المأذون ده؟ انا مش ممكن اطلع عند حنوتي. وانا بقى مش هطلعك غير عند الحنوتي عشان تبقي بلا رجعه. يلا خلينا نخلص ونرتاح بقى. طب اتفضل اتفضل قدامي. ها ده يا ست بتزغرتي ليه؟ الورد اللي مزين القطنبيل يفرح القلب يا باشا. بس 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 يا ست بلاش فضايح، اعملي معروف. الف مبروك يا سعاده الباشا. مبروك على ايه؟ احنا جايين نطلق. تطلقوا؟ ايوه هنتطلق، زغرتي كمان يا ست. يا سلام، خلاص زغرتي يا ست. اتفضلوا الشيخ جوه. ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، راجعوا نفسيكم وربنا يهدي النفوس. الطلاق حصل يا استاذ، لو سمحت تشوف شغلك بقى وتخلصنا. هو حضرتك رميت عليها اليمين؟ اليمين والشمال والنص رميت طوبتها كمان يا استاذ. لا حول ولا قوه الا بالله، ليه كده بس يا استاذ؟ خنقاني خنقان يا استاذ، خنقاني. انا خنقك؟ فكني بقى شيخ فرج وافرج عليا، خليني اتنفس. لا حول ولا قوة الا بالله. ليه كده بس يا هانم؟ الاستاذ باين عليه راجل طيب. من فضلك من فضلك فوق يا استاذ، فوقه خليه يرتاح. دي فوقه دي فوقه فوقه خليه يرتاح. فوقه كلب انا مربوط في ديلك هيفكني. صلي على رسول الله يا استاذ. عليه افضل الصلاة والسلام. حضرتك عايز تطلق ليه؟ والله ما انا عارف، اسألها هي. انا عن نفسي مش عايز اطلق. لكن انا عايز اطلق. ليه كده بس يا هاني؟ يا عم طلق يا عم طلق طلق، خلينا نخلص بلا قلب الدماغ. يعني ما تعرفيش هما فين دلوقتي؟ الله اعلم يا بيه، انا جيت من بيتنا من حوالي ساعة كده وما لقيتش حد. يمكن يكونوا بيتين في الاوتيل اللي كان فيه الفرح. لا يا بيه، حارس امن العماره قال لي انهم جم وش الصبح وغيروا هدومهم وخرجوا تاني. خرجوا راحوا فين بس؟ العلم عند الله يا بيه. اعمل لحضرتك فنجان قهوه؟ لا متشكر متشكر. لو سمحتي اول ما يرجعوا او يتصلوا بيكي خلي الباشمهندس حسين يتصل بيا في مكتب الشركه ضروري. حاضر يا باشمهندس. خلاص اتطلقتي بالمأذون وارتحتي؟ ارتحت جدا. الف 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 مليون مبروك. تعالي هنا. تروحي فين؟ ماشي. اركبي العربيه. انا هاخد تاكسي. اركبي، ما تخليش الناس اللي في الشارع يتفرجوا علينا. اركبي. اركب معاك ليه؟ في متعلقات لازم نصفيها. متعلقات ايه؟ بقولك اركبي العربيه. الله ما ينفعش. اركبي، ما تنرفزيليش. طيب وألذ فطار عندكم. تحت أمر حضرتك يا فندم. ما تعمليش حساب يا مدموزيل. ليه يا مدام؟ ماليش نفس.
هاتي اتنين فطار يا مدمازيل. قلت ماليش نفس. انا بقى نفسي مفتوحة. الله، عايز فطار دوبلة. في الهنا والشفا يا فندم. ممكن ايه انت متنشنة وقفشة كده ليه؟ انا مش متنشنة. اتفضل، عايز تقول ايه؟ الطلاق مش نهاية الصلة اللي بتربطنا ببعض يا مدام. يا سلام. طبعا احنا ناس متحضرين، لازم نفكر بعقل مفتوح، مال فريش مايند. هنفكر في ايه بقى؟ نفكر في ايه بقى؟ انت ناس ان انا ابو بنتك وانك انتي ام بنتي. وحشتني قوي، وحشتني قوي اميره. وانا كمان والله وحشتني. كلها ساعتين بكتير وتوصل بالسلامه وتتصل بينا. لا، لازم احنا اللي نتصل بيها الاول عشان نطمن عليها ونعرف اخبارها. هنبتدي بقى شغل الحموات. الاصول كده يا استاذ. حاضر، معاكي حق. اتفضل يا باشمهندس، قول بقى ايه المتعلقات اللي عايز تصفيها. الله، طب مش لما نفطر ونشرب الشاي عشان نعرف نتكلم. هنتكلم في ايه؟ اولا لازم نأجل اعلان خبر طلاقنا ونعيش بشكل عادي جدا. عادي جدا؟ طبعا عادي جدا، كأننا لسه في شهر العسل. يا سلام. عشان خاطر أميرة، مفيش داعي ننكد عليها ونمرر شهر عسلها. وإيه كمان؟ ونصفي الشركة. شركة إيه؟ ما هو عقد الجواز اللي كان بيننا يعتبر عقد شركة وفضيناها خلاص. الحمد لله. الحمد لله. هتقولي شركة، شركة ايه؟ شركة العمر. شركة العمر يا هانم، اللي ابتديناها من 20 سنة وكان راس مالها الحب. الحب بس. وقتها ما كانش معانا جنيه واحد رصيد في البنك، انما دلوقتي في 3 مليون جنيه. ربنا يزيدك يا سيدي. هنقسمهم، انت مليون واميرة مليون وانا مليون، والشركة طبعا هتبقى بتاعتي لوحدي الى ان ترثها اميره بعد موتي. بعد الشر عليك. اتفضلي شيك. قلت لك انا مش عايزه منك حاجه. وانا ما اتعودتش اكل حق حد، لا رجولتي ولا كرامتي ولا اخلاقي يسمحوا بكده. حق مليون جنيه ده غير نصيبك في الشقه اللي هنقسمها. هنقسمها ازاي؟ ايوه نقسمها، انت نص وانا نص. نص ايه وربع ايه؟ الله، امال عايزه تاخدي شقه 1000 متر لوحدك؟ انا قلت لك مش عايزه حاجه. هنقوم دلوقتي نقطع الشقه نصين. تقطعها ازاي بس؟ ده شغل هندسه معماريه بقى. انت تختاري النص اللي يعجبك وبس. اتفضلي الشيك بتاعك. مش عايزه شيكات. مش عايزه شيكات يعني ايه؟ عايزه حق الكاش. مش عايزه منك حاجه. بلاش الاندفاع والتهور ده، لا تندمي. تسمح لي امشي بقى دلوقتي؟ على فين؟ على بيت ابويا وامي. اه الله يرحمهم. قصدك بيت اخوكي ومراته وعياله اللي هم عايشين فيه دلوقتي. هعيش معاهم. انت غاويه زنقه وتعب. مالكش دعوه بيا. اقعدي مكانك. راح فين؟ عايز مني ايه؟ هنقوم نقطع الشقه نصين في حموتها كده عشان ما ترجعيش تقولي لي الشقه من حق الزوجه ولا اقول لك اريده حلا. من فضلك لو سمحت ارجوك. لا، لن اعطيكي هذا الدواء. مش عايزاه. لا شيء يهم. العدة مش هينفعك ولا عزاء للسيدات. ما تحاولش تلعب في الطريق المسدود وانسى ايامنا الحلوة. يا سلام، بقالنا كتير كتير ما ضحكناش من قلبنا. معك حق. يلا نضحك كمان. نضحك على ايه؟ على خيبتنا. وما زلنا في سجن الزوجية مع مجدة حمادة. سجن الزوجية بالاشتراك مع محمود زكي، عادل خلف، وصلاح عفيفي. المقدمة والنهاية أحمد نور. التسجيل والمونتاج وحيد طلبة.
ساعد في الإخراج تامر حسني، فاطمة عبد الله، أحمد عبد العظيم. سجن الزوجية، الكاتب محمود أبو زيد، المخرج حسني غنيم.